إذن فكرة البشر، فكرة البشر عن الخالق ونسبة أمور إلى الخالق لا تليق به، إذن هم ممكن البشر يصفوا الخالق بصفات لا تليق به، يصف الخالق بصفات لا تليق به، حتى عندما يقولون هو يرضى لكذا أو يغضب لكذا، هم بوصفوا، هم بوصفوا، هذا يقبله الله وهذا ما لا يقبله برضو يصفوا، لما يضع تصورات للخالق يجعل له شريك، إذن يصفوه بأنه محتاج للشريك إلى آخره. فلما قال ولكم الويل مما تصفون، إذن هم يصفون سلبي، إذن هم يصفون بدون دليل، هم ينسبون إلى الخالق صفات لا تليق به أو مخالفة للواقع. تمام؟ لما قال ولكم الويل مما تصفون، يعني الهلاك، يعني بمعنى آخر المزاعم التي تزعموها في حق الرحمن وفي حق الله، هذه لها عقوبة، لها عقوبة، ولكم الويل اللي هو الهلاك الشديد مما تصفون. تمام؟ وهون ايش؟ فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لأنه أحيانا بيوصفوا، أنتوا لو تشوفوا مثلا في التوراة كيف بيوصفوا الخالق، وبتجد الخالق يندم، ومرات بصير يقول لحاله أنا ليش عملت هيك، فهذا في التوراة والعهد القديم موجود، بندم الله، بندم، بصير يقول أنا ليش عملت بشعبي بهذه الطريقة. طيب يعني لو رجع الزمن كان ما بتعملش، تصوروا. وبتعرفوا مثلا اللي سبق قلنا انه يعقوب عليه السلام لما قطع نهر الأردن وأجل المنطقة هاي، التقى برجل في الليل، فتصارع الرجل مع، فأدرك يعقوب انه هو اللي الرجل بصارعه هو الرب في صورة رجل، أدرك انه الرب. طب هم اي اثنين بيلتقوا بصيروا يتصارعوا، طب ليش؟ خير يعني، هاي شغلة الأولاد الصغار اللي يعني على مستوى أول ابتدائي في المدرسة، لما بيطلعوا هيك بصيروا يباطحوا بعض، فهمنا؟ صغار وعقولهم صغيرة، بمجرد ما لقيت رجل صرتوا تتصارعوا ليش؟ قال فتصارع حتى اقترب الفجر، فيعقوب أدرك إنه هو يصارع الرب، فالرب ضرب يعقوب على فخذه على فكرة، كسر له المنطقة هاي، لذلك اليهود لحد اليوم قال بوكلوش فخذ إيش؟ فخذ الذبيحة، وهذه تيجي من صالحكم، هاي بتجيبوها بأرخص الأسعار، بتجيبوها الفخذ دائما، هاي ما بتلاحظوا بجيبوا فخذ البقر وغيرها، أثمان رخيصة بس ببيعوها أنها غالية، طب أخذتوها رخيصة بيعوها رخيصة، المهم خلينا نستفيد من أيام المصارعة. فهون فضربوا، طب شو علاقة انه انكسرت رجله انه ما تاكلوش، اللي قال بربطوهن مع بعض، ايش قضية؟ مش قضية. فهنا بعدين اقترب الفجر فقال له اتركني فقد اقترب الفجر. مين بقول؟ الرب بقول ليعقوب اتركني فقد اقترب الفجر. طب وليش في النهار يعني فضيحة المباطحة؟ يعني شو المانع تتبطحوا في النهار؟ يعني الرب بس بيجي بالليل؟ بالليل؟ قالوا لا اتركك حتى تباركني. لا اتركك، لما عرفوا انه الرب وهلكت بده يباركه، صار ماسكه ما هو، ولو ضربه يعني وكسر له، قال له لا اتركك حتى تباركني. قال له ما اسمك انت؟ قال له اسمي يعقوب. قال لا يكون بعد اسمك يعقوب، يوم طالع انت مش يعقوب، انت اسرائيل، لانك جاهدت مع الرب وقدرت، جاهدت مع الرب وقدرت، في تفاصيل لها مش موضوعنا هاي، شوف هالوصف عادي. ولما آدم وحواء ارتكبوا المعصية وسمعوا صوت أقدام الله قادما في الجنة اختبأ تخبوا، فأصبح الله يقول أين أنت يا آدم؟ تصور ولكم الويل مما تصفون، قال صار كلهم وين أنت يا آدم؟ بلكي آدم بعد ما قالوا وينهم. أين أنت يا آدم؟ إليه هو، ما هو الله سبحانه وتعالى، ما هو الحق، وكتبهم مليانة إجرام
وشوفوا ما أكذبهم. كن قالوا لك الإسلام والإسلام والقرآن، طب جميل جيبوا القرآن، هاتوا القرآن وهاتوا التوراة، هاتوا سفر يشوع نشوف، هاتوا سفر يشوع نشوف، هاتوا كذا. وكحين وكحين، كن قال لك الإسلام، إيش الإسلام؟